روح لي موضوع من مواضيع حلقة اليوم مشاهدي. طبعا نسمع كثير عن قضية حضانة الأطفال في محاكم السعودية، لكن قليل اللي سمعوا عن قضية ضم لأمهم. اليوم راح نتعرف على مع المستشار القانوني عدنان الصالح عن قضية تهم الأمهات والمنفصلات أو المطلقات في السعودية، وهي حق من حقوقهم. طبعا يمكن هذه مو بس من حقوقهم، من حق كمان من اولادهم. يمكن احنا كثير بنتكلم على قضيه الحضانه، ولكن اليوم قضيه الضم اللي هي تجي بعد الحضانه، بعد سن ال... فنتكلم مع استاذ عدنان. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بك. حياك. اول شيء نبغى نعرف ايش هي قضيه الضم، يعني معناها الضم. طبعا البعض لا يستطيع ان يفرق بين الضم وقضيه الحضانه، وحتى بعض الإشكالات في الأحوال الشخصية، خاصة أنها مستجدة نوعا ما في قضية صياغتها واعتمادها في وزارة العدل كإجراء يتم. الضم هي دعوة أو دعوة تقام من قبل الأولياء. الأولياء أم أب جدة، يكون لها حق الولاية على الأطفال وغيره، بطلب ضم الأبناء. وهذا بشكل عام. نعم. والدعاوى لا تقام على الأم، أو يعني لا تستطيع أن تقيم دعوة مثلا على الزوجة أن تطلب بضم الأبناء، لأنهم في سن يعتبر سن الرشد، وهذا السن يقتضي إقامة الدعوة على نفس الشخص الذي تريد أن تضمه إليك. وبشكل عام في القرارات الأخيرة التي صدرت من وزارة العدل حددت أن هذا الخيار صرف للأبناء وليس للأب أو الأم، فهم من يختارون مكان إقامتهم، استنادا إلى القاعدة العامة أن الأصل مصلحة المحظون فيما يتعلق بالحضانة، فمن باب أولى أن يكون الراشد له الأحقية في اختيار من يعيش معه. يعني لو نتكلم عن العمر، يعني هي بعد سن الرشد تقريبا اللي هي في أغلب الأحوال بعد 15. طبعا دول العالم تحدد سن يعتبر سن الرشد، يعني بعض الدول مثل ألمانيا قد يصل سن الرشد إلى 21 سنة يكون راشد، بعض الدول 18 سنة، في السعودية إلى 15 سنة، وبعض المرات قد يختلفون فينظرونها شرعا في هل هو راشد أم لا. فيقيمون دعوة اسمها بلوغ الرشد عن طريق المزكين، وهي إجراءات نهائية. ولكن قضايا الزيارة والحضانة والنفقة التي تقدمها الزوجة في المحكمة الآن أصبحت نهائية، وليست دعوة قضائية يعني يحتاج إلى خصوم فيها. أما في قضايا الضم فهي دعوة مستقلة تقام من الأولياء على أبنائهم. طب أستاذ عدنان، بس عشان يعني نفهم الموضوع مضبوط، يمكن المطلقة عندها حضانة الأولاد، حلو، يوصلوا لسن الرشد، فهنا الأب أو الجد ممكن هو يطلب يبادر دعوة ضم الأبناء، يعني كأنها تروح الحضانة من الأم للأب، صح؟ هو يقيم الدعوة على الأبناء يطلب ضمهم. أوكي. ولا يستطيع أن يقوم لأنهم بالغين وراشدين، ويعني هم مسؤولين عن تصرفاتهم في كل حياتهم. وهنا القاضي على أي أساس يقرر؟ نعم، القاضي هنا على أي أساس؟ على الاختيار والمصلحة. بعض المرات يعني يكون الولد مثلا الأب مهمل فيه، لا يدرس ولا يذاكر ولا يتعلم ولا يتربى، والموضوع مفلوت، فمرتاح من هذه الصفة، فغير معقول غير منطقي أن نقبل بهذا الضم إلا أن يكون مشروع. ولكن عندما مثلا المعروف أنه المصلحة، هنا تقتضي المصلحة، ينظرها القاضي من ناحية المصلحة في وجوده. فمثلا الأم ستربيه، ستعلمه، ستؤكله، ستكسوه وتنفق عليه، أو أب قد أهمله وما رباه وما علمه، من باب أولى. حتى لو قرر الابن أنه يريد مثلا والدة من أجل أن يسكن معه، أتوقع أن القاضي لا شك أنه لن يقبل بهذا الضم، وسيجعل هذا الابن عند أمه، لأن المصلحة تقتضي ذلك. فالقاضي له اجتهاد ومصلحة يراها من كلا الطرفين في مصلحته. نعم، يمكن هو هذا السؤال، إذا كان يعني إذا كان هو الشخص بالغ سن الرشد، لماذا تقام عليه الدعوة؟ إذا هو الإنسان لما يوصل سن الرشد المفروض هو حر باختياراته. بالضبط، هو حر في اختياراته، ولكن حتى في قضية النضج، قضية النضج يوجد شيء ما يعرف بالتدرج. يعني مثلا الطفل اللي عمره 6 سنوات عندما يرتكب قضية جريمة جنائية فيها قتل، قد تكون بضغطة زر مثلا كهرباء وغيره، غير عندما يكون في سن مثلا قاصر
وليس سن طفولة قاصر، أو أنه فاقد الأهلية، أو مرحلة الرشد والبلوغ يعرف بقضية أنه مكلف أو غير مكلف، ولكن غير معقول، لأن الأصل أن الأطفال إلى سن المراهقة يحتاجون إلى رعاية طبعاً. وصيانة. أكيد. صحيح. أستاذ عدنان، طب هل تطول هذه القضية أو الدعوة في المحكمة وفي أي محكمة تصير؟ بشكل عام القضايا التي ترتبط بالأسرة في المملكة العربية السعودية لها صفة الاستعجال، لها صفة الاستعجال، خاصة إذا قلنا أن 60% من قضايا الأحوال الشخصية للأسرة في المملكة أضحت إنهائية وليست قضايا ودعاوى. وإيش يمنع الأم أنها ما تكسب هذه القضية؟ لا، يمنعها إذا كان في محظور قانوني أو شرعي مثلا. يعني بعض الرجال قد يكونون مثلا مدمنين مخدرات، بأي حق يضم مثلا أبنائه إليه؟ ما له حق، حتى لو كان العكس الأم، أو تكون مهملة في تربيتهم أو أكلهم أو شربهم أو غيره، لا يلحق. بل قد القاضي يضم الأبناء للجدة ولا يضمها للوالدين، وهذا واقع. ولهذا من أسباب وشروط ومن أسباب ومبررات فسخ العقد أو الطلاق أو إلغاء أو حرمانه من الحضانة أو غيره هو وجود مثلا جريمة عليه، مدمن مخدرات لا قدر الله، أو شخص عنده مثلا أمراض نفسية وغيره. كل هذه المبررات ينظرها القاضي ويجد المصلحة لهذا الابن، ولكن ليس على إطلاق الأمر يقول والله أنا أبغى أبوي. طيب أبوك سيضيعك، الأولى أن تكون عند أمك. فالمسألة تقديرية عند قاضي ناظر الدعوة في مثل هذه المسائل. نعم. وهل لو نقول قضية الضم، من يحق له أن يعني يقيم هذه الدعوة؟ كل من يحق له الولاية عليهم في طفولته له الحق في أن يطالب بالضم للمصلحة، وهذا واقع عام. نعم. يعني أستاذ عدنان صالح، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. شكرا لك. نهاية أسبوع سعيدة. العافية. شكرا جزيلا. شكرا.